السلام عليكم ورحمة الله. بارت 3 من الـ Convolution Neural Network. احنا اتكلمنا عن الـ Layers بتاع الـ Convolution Neural Network، وقلنا هنتكلم in details عن الـ Fully Connected Layer بتاعت مين؟ الـ Convolution Neural Network. طيب قبل ما نتكلم عن الـ Fully Connected Layer او الـ FC Layer بقى، مش هنقعد كل شيء نقول Fully Connected Layer، الـ FC Layer بتاعت الـ Convolution Neural Network، هنتكلم على الـ Traditional Fully Connected Neural Network. ايه الفرق بين الـ Fully Connected Layer بتاع الـ Convolution Neural Network و الـ Traditional Fully Connected Neural Network الموجودة التقليدية؟ يبقى الـ Fully Connected Neural Network التقليدية الموجودة، ايه الفرق بين ده وده؟ لازم الأول نتعرف، نعرف الأول ايه هي الخصائص بتاع الـ Fully الـ Traditional Fully Connected Neural Network اللي هي العادية، اللي هي مش في الـ Convolution Neural Network، عشان لما نيجي نعمل نبص على اللير الـ Fully Connected Layer في الـ Convolution Neural Network نعرف احنا هل احنا بالفعل حصل Enhancement، وهل بالفعل الـ Convolution Neural Network دي فيها افاده في البروسيسنج بتاع الايمج ولا لا. قالك اول حاجه في التراديشنال فولي كونكتد نيورال نتورك، قالك ان الانبوت هو بيكون الايمج، وكل بيكسل في الايمج ده هو انبوت. حاجه تانية ان في الاف سي في الفولي كونكتد في الفولي كونكتد لايرز او الفولي كونكتد نتوركس، لازم حاجه مهمه جدا تبقى عارفها، ان هو بيتعامل مع ايه؟ one dimensional array. بيتعامل مع ايه؟ one dimensional sorry one dimensional vector. ما بيتعاملش مع 2D matrix ولا 2D array. بيتعامل مع ايه؟ one dimensional vector. يعني ايه vector؟ هنشوف الفرق. يعني مثلا سي هنا ده ايه؟ ده matrix صح؟ matrix 2D عبارة عن ايه؟ كام رو؟ 1 2 3، 3 رو. كم كولوم؟ 1 2 3، 3 كولوم. هو ما بيتعاملش معاها از ماتريكس 2 دي كده، بيتعامل مع سي ان دي الايمج عباره عن ماتريكس 2 دي، كام بيكسل، كام الدايمنشن بتاعتها؟ 3 في 3، السايز بتاعها 3، 3 روز في 3 ايه كولومز، او من بعض الاحيان بنتكلم على الويتس الاول ويتس في هايت. يبقى نكرر حته مهمه، الانبوت للفولي كونكتد نيورال نتورك بيكون عباره عن وان دايمنشنال فيكتور. فيكتور يعني يا كولوم يا ايه يا رو، بس هو بيتعامل مع كولوم فيكتور. كولوم فيكتور يعني صف، يعني فيكتور عمودي مش فيكتور ايه افقي. طيب دي حاجه مهمه. الحاجه الثانيه قال لك ان هو ان الفولي الاف سي او اللي هي التراديشنال فولي كونكتد نيورال نتورك، قالك ان كان فيها مشكله. ايه هي؟ ان هي على طول كانت اكسبنسيف. قالك ليه؟ قالك كانت اكسبنسيف بالنسبه للميموري، لان هي بتحتاج ويتس كتير للنيورونز، بتستخدم ويتس ايه كتير. يبقى اول حاجه اول عيب فيها ان هي كانت اكسبنسيف بالنسبه للميموري. ليه؟ لانها كانت بتستخدم ويتس كتير. هنشوف الكلام ده ازاي. قالك حاجه تانية ان هي كانت برضو اكسبنسيف بالنسبه للايه للكمبيوتيشن. يعني ايه الكمبيوتيشن؟ بتحتاج ان احنا نعمل حسابات كتير ديو تو ايه، ان في كونكشنز كتير. يبقى ده تاني عيب فين؟ في التراديشنال مين فولي كونكتد نيورال نتورك. لكن الفولي كونكتد لاير بتاع الكونفوليوشن نيورال نتورك اللي هي السي ان ان، يعني الكونفوليوشن نيورال نتورك الفولي كونكتد لاير بتاعتها، قال لك الانبوت بتاعتها بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن الايمج فيتشرز. فيتشرز يبقى دي عباره عن الفيتشرز اللي في الايمج. ومش بس كده، دي بعد ما عملت لها كونفوليوشن وبولينج زي ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت، وقلنا ان الـ ان 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 والانبوت بتاع الفولي كونكتد لاير هو هيبقى عباره عن ايه؟ عن بيكسل. والبيكسل دي بتاعت ايه؟ هيبقى قصدي كل بيكسل هو بقى هيبقى منين؟ من الايمج فيتشر. هو هيبقى عباره عن انبوت. في حته مهمه ان هنا الانبوت هو عباره عن الايمج فيتشرز، والايمج فيزر دي عباره عن بيكسلز، وكل بيكسل هو هيكون ايه؟ انبوت لمين؟ للفولي كونكتد لاير بتاعت مين؟ الكونفوليوشن نيورال نتورك. يبقى احنا كده بنتكلم على الفولي كونكتد لاير بتاع الكونفوليوشن نيورال نتورك.
الحاجة التانية بقى ان الخصائص بتاعتها ان هي مش هتبقى اكسبنسيف بالنسبة للميموري. ازاي؟ ان هي الويتس اللي بنستخدمها هتبقى اقل، الكونكشنز برضو هتبقى مش اكسبنسيف بالنسبة للكمبيوتيشن عشان الكونكشنز هتبقى اقل. عايزين نشوف الكلام ده بالفعل هيحصل ازاي، ونشوف بالفعل لما ناخد اكزامبل حقيقي هنشوف هل بالفعل التراديشن، ايه الفرق بين التراديشنال فولي كونكتد نيورال نتورك والفولي كونكتد لاير بتاعت الكونفوليوشن نيورال نتورك. نبدأ الاكزامبل لتراديشنال ايه فولي كونكتد نيورال نتورك. اول حاجة الانبوت بتاعها هو عبارة عن ايمج، البيكسلز بتاعتها الشكل بتاعها بالكلام ده. طب ايه دي ال 15 ودي دي الانتنسيتي بتاع كل بيكسل، والسايز بتاعها 3 في 3 صح. وهي يبقى input image عبارة عن 3 في 3 pixels، وهي بتريبريزنتها ازاي في البروجرامينج لانجوج؟ بتبقى عبارة عن 2D matrix. قلنا ان الفولي كونكتد او traditional fully connected neural network ما بتتعاملش مع 2D matrix، بتتعامل مع ايه؟ column vector. فعملنا ايه؟ حولنا، هنبدأ نعمل ايه؟ نحول ال 2D matrix لايه؟ لفيكتور، لكولوم فيكتور. دول كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كام؟ يبقى 9 بيكسلز، 9 بيكسلز. هبدا احطهم في ايه؟ في صوره فيكتور. ازاي؟ ابدا امسك كل واحده الايه اول بيكسل احطه في الايه، في اول في الايه اللي هو ده يعتبر الاندكس بتاعه ايه 1 1، هنا سوري 0 0 هنا 0 0 1 و 0 ايه و 2. ابدا احطهم بالشكل ده 15 8 9 10 17 22 20 15 30. يبقى انا كم ايه حولت ال 2 دي ماتريكس الايه لايه فيكتور كام؟ دايمنشن بتاعه ايه؟ 9 في 1. كل بيكسل في الفيكتور ده هي هريبريزنتو بايه؟ بنيرون. هعمل له بروسيسنج عن طريق ايه؟ 1 نيورون. انا عندي كام بيكسل؟ 9 بيكسلز. يبقى انا محتاج كام نيورون في الانبوت لاير؟ هيحتاج 9 نيورونز. عندي 9 بيكسلز يبقى انا محتاج 9 كام نيورونز. انا كده عملت بريبيرنج لمين؟ للانبوت. يبقى دي هي الانبوت لاير، وعملت لها ايه؟ بريبيرنج، بدات جهزت مين؟ الانبوت. ابدا اعمل لها ايه؟ ادخلها على مين؟ على الهيدن لايرز. هنعمل اسيوم ان احنا استخدمنا هيدن لايرز ويز كام؟ 16 نيورون من 0 ل 15. يبقى انا استخدمت هذا اللاير اللي فيها كام نيرون؟ فيها 16. انا استخدمت كام؟ 16 نيرون في الهيدر لايرز. طيب كل انبوت بيكسل هعمل له كونكشن بمين؟ بكل انبوت بيكسل هعمل له كونكشن بال 16 نيرون. ازاي؟ يبقى ده انبوت بيكسل اللي هو ال 15 هيكونكتد بكام؟ بال 16 نيورون. يبقى في كام كونكشن؟ 16 كونكشن. يبقى انا محتاج كام ويت؟ 16 ويت. ليه؟ يبقى كل كونكشن بيبقى ليه ايه؟ ليه يونيك ويت، فبنسميه دبليو واي اكس او اكس واي اكس. ده اللي هو ايه؟ البكسل اندكس. يعني البكسل ده مثلا سي 0 1 2 3 4 5 اند سو اون. هنا الهيدن النيورون اندكس، هنا الاندكس بتاع اول نيورون 0 اللي بعده 1 2 3 اند سو اون. يبقى انا هنا محتاج كام كونكشن؟ محتاج كام؟ 16 كونكشن، عشان كل انبوت بيكسل بيكونكت بالكام؟ بال 16 نيورون. يبقى انا محتاج كام بكام كونكشن؟ 16 كونكشن، وكل كونكشن محتاج عليه كام كورسبوندنج بتاعه؟ الكورسبوندنج بيسموه كورسبوندنج بارامتر او كورسبوندنج ويت. يبقى محتاج كورسبوندنج ويت، يبقى انا محتاج برضه 16 ويت و16 كونكشن. يبقى البكسل اللي هو 0 بيكسل 0 كونكتد بنيورون 0 عن طريق الكونكشن ده، والكونكشن ده ليه ويت كام؟ 0 0 0 الاندكس بتاع مين؟ البكسل 0 الاندكس بتاع النيورون. ها بعد كده نفس الكلام، البكسل اللي هو 0 هيكونكتد بمين؟ بالنيورون 1 عن طريق ايه؟ وليه عن طريق الكونكشن ده، والكونكشن ده يبقى ليه ويت دبليو 0 1 ها اند سو اون. اللي بعده ويت 0 2، اللي بعده 03 04 05 and so on until كام 0 W 0 كام 15.
يبقى انا احتاجت هنا كام ويت؟ 16 ويت. وكم كونكشن؟ 16 كونكشن، صح؟ ده المين؟ ده الاول بيكسل بس. ده المين؟ الفيرست بيكسل. تعال نشوف بقى البيكسل اللي بعده اللي هو 8، برضو نفس الكلام، محتاج كام؟ 16 ويت. طب البيكسل يبقى 16 ويت، للسكند بيكسل هحتاج له برضو 16 ويت. طيب البيكسل اللي بعده هحتاج له 16 ويت، ها البيكسل اللي بعده 16 ويت اند سو اون، ها البيكسل اللي بعده 16 ويت، اخر بيكسل 16 ويت. شوف يبقى شكل الكونكشنز بقى، شوف بقى شكله ازاي، كومبليكيتد، شكله معقد جدا. يبقى شوف كام كونكشن وكام ويت كورسبوندنج ويت. يبقى التوتال نمبر اوف بارامترز اللي انا عايزهم كام؟ انا عندي كام؟ 9 بيكسلز و16 ويت لكل كام بيكسل. يبقى التوتال ويتس اللي انا عايزهم، او بسموهم التوتال بارامترز، يعني توتال عدد الويتس اللي انا عايزهم، كلمه بارامتر يعني ويت، يبقى 9 في 16 يبقى 144 ويت. يبقى انا عايز 144. ده كمان ده انا عامل نجلكت كمان لايه؟ للبايس بتاع كل نيرون، مش واخده في الايه؟ في الحسبان. يبقى معنى ذلك ان دي اسمها تراديشنال فولي كونكتد نيورال نتورك. ده هو ده الايه؟ دي اسمها تراديشنال فولي كونكتد لاير، فولي كونكتد نيورال نتورك، تي اف سي، تراديشنال اللي هي الايه؟ تراديشنال. طيب معنى ذلك ان انا احتجت كام؟ 144. قال لك ده لارج نمبر، ده عدد كبير قوي. يبقى انا بالفعل هي اكسبنسيف فين؟ بالنسبه للميموري، وبالنسبه لمين كمان؟ للكمبيوتيشن. ليه؟ عشان الويتس كتير والكونكشن كتير، فعايزين الحل. فقال لك الحل ان هو ايه؟ ان احنا نستخدم فين؟ الفولي كونكتد لاير بتاع السي ان ان، كونفوليوشن نيورال نتورك. قال لك ليه؟ دي هتقلل عدد الايه؟ البارامترز. طب ازاي هتقلل عدد البارامترز؟ ده اللي احنا عايزين نشوفه. طب لو احنا برضو ده احنا بنتكلم دلوقتي، لو كنا بنقول ايمج السايز بتاعها 3 بيكسل في 3 بيكسل، تمام؟ طيب دلوقتي لو انا عندي كمان، ولو انا عندي كمان واستخدمت بس ايه؟ ها؟ كون 15 نيورون. طب لو دلوقتي هو كمان كان زي ما هي برضو الايه؟ الانبوت لاير هي عباره عن ايه؟ 9 نيورونز، 9 بيكسلز، والهيد لايرز عباره عن 90 نيورون. يبقى انا محتاج كام ويت هنا؟ 9 في 90 ب 810. طيب ولو استخدمت كمان هيد لايرز فيها 50 نيورون، يبقى كام؟ يبقى هضرب كام؟ ال 810 دي او في كام؟ في 50 ولا كام؟ لا سوري، انا المفروض دلوقتي كام عندي هنا؟ 50 نيورون، صح؟ وفي هنا كام الانبوت هو اللي داخل عليها من ديل دي، صح؟ يبقى 90 في 50، مش بضرب 810 في 50، يبقى اديك كام؟ 450. يبقى التوتال انا عايز كام؟ 810 زائد قصدي 4500 يديك كام؟ 5310. يا نهار ابيض، يعني انا عايز 5310 ويت. يبقى شوف ده لو ايه؟ ده لو النيورونز هنا، ده انا كنت مستخدم فين؟ في الهيدر لايرز كام؟ 15 نيورون، هنا استخدمت 90 وفي اللي بعدها استخدمت 50. فشفت هنا محتاج كام ويت؟ 5310 اي ويت. طب شوف بقى محتاج كام كونكشن؟ يبقى الويت ده كله والكونكشنز، يبقى ده، يبقى انا ميموري وكمبيوتيشن في كمبيوتيشن كتير، معنى ذلك انها اكسبنسيف. طب ده دلوقتي لو انا كان عندي بس من في الانبوت لاير بس دول كان ايه؟ 9 نيورونز، 9 ايه نيورونز. طب لو انا عندي انبوت ايمج 32 في 32، يا نهار ابيض، 32 بكسل في 32 بكسل، يبقى انا عايز كام نيورون في الانبوت؟ 1024. طيب لو انا استخدمت هيد اللايرز بكام؟ ب 500 نيرون، يا نهار ابيض، يبقى 500 في 1024 يديك 512000. يبقى انا عايز 512000 كام ويت بارامتر. قال لك فالكونفوليوشن نيورال نتورك كان كرييت، قال لك ممكن تعمل لارج نتورك بس بليس ايه؟ بعدد قليل من البارامترز، بان هي تستخدم بارامترز قليله اللي هي الويتس، يعني الويتس اللي هتستخدمها قليله، والكونكشنز برضو قليله، الكونكشنز والويت الاثنين دول مهمين. زين مين اقل من مين؟ من التراديشنال اف سي. التراديشنال دي اللي احنا شرحناها، كل اللي فات ده هو اسمه تراديشنال اف سي نتورك. قال لك ازاي؟ بان هي بتعمل حاجه اسمها نيورونز جروبنج. دي حته مهمه، ان هي تعمل جروبنج للنيورونز، وحاجه اسمها correlated pixels. هنشوف ازاي بتعمل.
جروبنج للنيورونز وازاي هي بتعمل كورليتد للبيكسلز. بس احنا قلنا في حاجه مهمه كمان، ان الانبوت بتاع اللي هي الاف سي لاير بتاع الكونفوليوشن نيورال نتورك ده هو عباره عن الفيتشرز بتاع مين، بتاع الايمج، لكن هنا ده هو يعتبر البيكسلز بتاع الايمج على طول ايه دايركتلي. تعال ناخد اكزامبل على الاف سي لاير بتاع مين، الكونفوليوشن نيورال نتورك. يبقى احنا اللي فات ده كله كنا بنتكلم على التراديشنال مين، فولي كونكتد نيورال ايه نتورك. هنتكلم دلوقتي على الاف سي دي، الانبوت بتاعها هيكون ايه، هو برضو 3 في 3 بيكسل، بس هنا ده عباره عن ايه الفيتشرز اللي انا جايبها منين، عن طريق الكونفوليوشن والبولينج ليرز اللي هي فين، في الكونفوليوشن لاير، في الكونفوليوشن نيورال نتورك اللي احنا اخدناها البولينج والكونفوليوشن، الكلام ده كله اتكلمنا عن عليه ان ديتيلز في المحاضرات اللي قبل كده. طيب يبقى قال لك دلوقتي لو كانت الانبوت ايمج فيتشرز عباره عن 3 في 3 بيكسل يعني 2 دي ماتريكس اهو، وده الايه، ادي البيكسلز اهي الانتنسي بتاع كل بيكسل، وده المفروض ده اللي هو هيبقى ما بنستخدمش فيه اللي قلنا في الاف سي اللي هي الفولي كونكتد لاير، ما بنستخدمش 2 دي ماتريكس، بنحولها لايه لفيكتور. فحولنا لايه لفيكتور بنفس الاسلوب اللي احنا عرفناه، نحط اول رو تاني رو تالت رو. تمام، طب ايه الفرق؟ ما هو ده نفس الكلام، ان الانبوت بيكسل ايه الفرق، ايه الانبوت بيكسل كونكتد بكام، بال 16 نيورون برضه، بالنيورون برضه. قال لك لا، ده هنا بيعمل حاجه اسمها جروبنج. جروبنج ازاي؟ بياخد بيعمل ايه، بيمسك اول 4 نيورون كده يديهم ايه ويت واحد، والنيور الاربعه نيورون نيورونز اللي بعدهم بيديهم ويت ايه تاني، والاربعه نيورونز اللي بعدهم بيديهم ويت ايه تالت، والاربعه نيورونز. يبقى انا استخدمت كام ويت، 4 ايه ويت، بدل ما كنت بستخدم هنا كام 16 ويت. يبقى قال لك هنا بيعمل حاجه اسمها ايه، بيخلي بيدي لكل بلوك او جروب من النيورونز، يبقى ده هو اسمه النيورونز جروبنج، بان هو بيدي لكل جروب ايه ويت. معنى ذلك ايه، البكسل اللي هو الاندكس بتاعه زيرو، ده الاندكس بتاعه زيرو، حصل عمل له عملت له كونكشن، وصلته بالنيورونز من زيرو لتلاته بزاسيم ايه ويت. يبقى معنى ذلك ان ده اسمه جروب 1 او جروب اوف نيورونز. الجروب اللي هو جي مثلا 0 او الجروب 0 ده اللي هو اول جروب في النيورونز، معنى ذلك ان كل النيورونز اللي دخلوا الجروب دي هتبقى كونكتد بالبيكسل دي بايه، بويت، بذا سيم ويت، ذا سيم ايه ويت. طب نفس الكلام الجروب اللي بعده، جروب اوف نيورونز الاربعه دول هيبقى كونكتد بالبيكسل بالبيكسل الاولانيه بايه، بويت واحد. ها طب نفس الكلام اللي هو النيورون اللي هو اول نيورون ده هيكونكت بالاربعه نيورونز اللي بعدهم بايه، بويت واحد. ها طيب نفس الكلام، الاول بيكسل هيكونكتد باخر اربعه نيورونز بويت ايه واحد. يبقى ده اسمه ايه، ده الجروب اللي هو الرابع، وده الجروب الثالث، وده الجروب التاني، وده الجروب الايه الاولاني. يبقى احنا قسمنا كام، قسمنا كل نيورونز الاربعه ايه جروبس، وكل جروب هي ايه هيكونكتد بالبكسل بايه، ب1 ايه ويت. يبقى معنى ذلك النيورونز اللي داخل كل جروب هيبقى لها نفس الايه الويت بالفعل اهو، او كل دول جروبس، جروبز مثلا سين ان هو 0، ده جروب 0، ده الجروب 1، وده الجروب ايه 2، وده الجروب ايه 3، يبقى اربعه جروبس، والنيورونز اللي داخل كل جروب بيكونكتوا بالبكسل بذا سيم ايه ويت. هنا الجروب التاني ها الاربعه نيورونز اللي داخل الجروب دول هيكونكتوا هيوصلهم بالبكسل دي بذا سيم ايه ويت اند سو اون. يبقى انا استخدمت هنا كام ويت، اربعه لكن قبل كده في التراديشنال استخدمت كام، علشان بس ايه اعمل كونكشن ايه، عشان اوصل من البكسل ده بمين، بالمين الكونكشن من اول بيكسل لمين، للايه، ل 16 نيورون اللي هم في ايه، في الهيدن لايرز. فيبقى وفرت كام، استخدمت بس كام، 4 ويت، علشان عملت جروبنج لمين، للنيورونز. يبقى انا ايه استخدمت 4 مكان كام 16، ده البس لمين، للبيكسل الواحد. بس في حقيقه الامر انا برضو لسه ما حلتش ايه المشكله، لان مازال ايه
كل لو يعتبر البكسل يعني البكسل التاني اهو بقى مازال برضو كونكتد بكل النيورونز، بقى برضو يعتبر عندي كام؟ عندي 16 كونكشن، لكن عندي كام ويت؟ 4 ويت. يبقى انا كده عندي كام؟ 4 ويت بس اللي بستخدمهم، لكن مازال عندي كام؟ 16 سي يعني كونكشن. يبقى انا برضو لسه ما ايه ما قللتش مين ما قللتش الكونكشنز. كونكشن زي ما هي كام؟ 16، زي ما هناك برضو كان للبكسل واحد فيه 16 كونكشن. طيب البكسل اللي الاندكس بتاعه 1، سوري هو ده الاندكس بتاع البكسل 1 1 1 1 بيكونكتد بالجروب 0، جروب اوف نيورونز اللي هو رقمه 0، والجروب اوف نيورونز اللي رقمه 1، والجروب اوف نيورونز اللي رقمه 2، والجروب اوف نيورونز اللي رقمه 3. برضه بيحتاج كام ويت؟ 4. يبقى انا استخدمت المين للبكسل التانية برضه 4 ويتس. سكند بكسل اللي هي الاندكس بتاعها كام؟ بنسميه 1، الاندكس بتاعها 1 تمام. ده الاندكس بتاع الجروب ده 0، والاندكس بتاع الجروب ده 1، والاندكس بتاع الجروب ده 2، والاندكس بتاع الجروب ده 3. طيب بالنسبة للبكسل التالت نفس الكلام، احتاج ايه؟ نفس الكلام كام ويت؟ 4، لكن قلنا مازال كام محتاجين كام؟ 16 ايه كونكشن. طيب للبكسل الكام الرابع نفس الكلام محتاج 4 ويت، للبكسل الخامس نفس الكلام محتاج كام؟ 4 ويت، للبكسل السادس هحتاج كام؟ 4 ويت، السابع نفس الكلام بكسل السابع 4 ويت، ها والجروبنج نفس الكلام النقطة اللي بنقول عليها، قلنا دي W 7 يبقى البكسل ايه؟ 7، رقم 7 البكسل السابع. البكسل كام؟ السابع. 7 الاندكس بتاعه 7، مش معنى ذلك ان هو سوري كلمة سابع مش معنى ان هو رقمه 7، 7 الاندكس السابع يعني معنى ذلك ان احنا بنزود عليه 1 يعني رقم 8، لان احنا عندنا كام بكسل؟ 9، فده 7 يعني معنى ذلك ان هو البكسل الثامن، ولكن الاندكس بتاعه كام؟ السابع. ها والجروب جروب 0 يبقى معنى ذلك الجروب الاولاني، جروب ده 1 ده الجروب الاول، جروب رقم 1 الاندكس بتاعه 1 يبقى معنى ذلك الجروب الثاني، ها الاندكس بتاعه 2 يبقى معنى ذلك الجروب الثالث، بنزود واحد. ها الاندكس بتاع ده كام؟ الجروب كام؟ ده الجروب صح 3، يبقى ده الايه؟ يبقى ده الجروب الايه؟ الرابع، جروب اوف نيورونز. البكسل اللي الاندكس بتاعه 8 اللي هو يعتبر ايه؟ البكسل التاسع. البكسل التاسع برضو بقى كونكتد بكل الجروبز بتاع النيورونز بكام؟ ب4 ويتس بس، ما استخدمتش غير 4 ويتس، لكن قلنا مازال في كام كونكشن؟ 16 كونكشن. طيب معنى ذلك شوف بقى لما احط كل الكونكشنز كده يبقى ده الشكل ايه بتاع الايه الفولي كونكتد لاير في الكونفوليوشن نيورال نتورك. انا عندي كام انبوت؟ 9 بكسلز. وكام ويت قبل كده؟ ده قبل ما اعمل جروبنج كنت بحتاج كام؟ 16 ويت. احنا هنا بنستخدم كام ويت؟ 4 بس، 4 لكل بكسل صح؟ 4. يبقى قبل كده كنت يبقى توتال بارامترز قبل كده كان 9 في 16 يبقى 140. ده دلوقتي بعد ما عملت الجروبنج للنيورونز اللي هو في الكونفوليوشن نيورال نتورك، فبقى عندي 9 بكسلز واستخدمت كام ويت؟ 4 ويت. يبقى 9 في 4 بكام؟ ب36. يبقى انا اشوف عملت من كام، يبقى كان انا عدد الويتس اللي كنت عايزهم هنا كنت بستخدم 144 ويتس، هنا استخدمت 36 بس. يبقى معنى ذلك ايه؟ يبقى 144 ده قبل ما اعمل جروبنج للنيورونز، بعد ما عملت جروبنج للنيورونز بقى 36. يبقى انا شفت كام وفرت ميموري؟ ميموري. يبقى معنى ذلك مي يبقى انا كده وفرت في الميموري ولا لا؟ يبقى معنى ذلك انه ارخص ولا لا؟ يبقى مش اكسبنسيف صح؟ يبقى 144 ناقص 36 يبقى اديك كام؟ 108. يبقى انا عملت ريدكشن قد ايه؟ يبقى انا وفرت في الميموري قد ايه؟ 75%. ده علاوة على ذلك ده اول ريدكشن. عايز بقى اعمل مور ريدكشن، عايز اقلل اكتر كمان، عايز اقلل كمان. اشوف مدى، شوف بقى مدى هتستفيد، مدى الاستفادة من اني بستخدم الفولي كونكتد لاير في الكونفوليوشن، في الكونفوليوشن نيورال نتورك. تعال نبص كده دلوقتي احنا ده هو بالفعل اللي كان بيحصل. لو انا عندي ايه بصيت على الكونكشنز بتاع البيكسلز كلها لاول جروب، هلاقي بالفعل ان بقى كل النيورونز ستيل كونكتد. يبقى الكونكشن زي ما هي، زي ما احنا قلنا بتكونكتد بالكام؟ بالتسعة بيكسلز. يبقى انا برضو it will have كام؟ 9 parameters بس،
كام 9 بارامترز، بس البارامتر دي لما احنا بنيجي نحسب للكل قلنا يبقى في ريدكشن، لكن برضو ما زلت انا بستخدم هنا كام لكل، لو مثلا بالنسبه للجروب ده بستخدم كام 9 ايه 9 بارامترز. طب انا عايز اعمل ريدكشن، عايز اقلل ده بس لمين؟ ده للجروب اللي هو جروب 0، جروب اوف نيورونز 0. طب لو جروب اوف نيورونز ال 1 وال 2 وال 3 فهو بيقول لك طب احنا عايزين نعمل مور ريدكشن. نعمل ازاي مور ريدكشن؟ نقلل اكتر. في الايمج بروسيسنج يقول لك تو بيكسلز، يقول لك كورليتد. يعني ايه كورليتد؟ يعني هما قريبين من بعض. كلمه كورليتد ده مش الكورليشن ده هو عباره عن ايه، ميجر لقد ايه البيكسل قريبه من بعض ولا لا. وده المفروض ان انت لو عارفه في الايمج بروسيسنج، ده باك جراوند بسيطه جدا في الايمج بروسيسنج. كلمه بيكسلز يكونوا كورليتد بمعنى ذلك ان هما يكونوا ايه كلوز، يبقى قريبين من بعض جدا. طيب يبقى ده ميجر لقد ايه البيكسلز قريبه من بعض ولا بعيده عن ايه عن بعض. تعال نشوف دي ايه، دي صورة ايه، ده راجل واحد واقف اهو، واحنا عاملين هنا كده ايه ويندو على مين، على الفيس بتاعه. يبقى الويندو دي ايه على الفيس بتاع الراجل ده. طب امتى نقول ان البيكسلز كورليتد؟ تعال سي زي ما نقول في الويندو ده كده بتاع على الفيس، قالك لو اي بيكسل هنا في الويندو دي وجميع البيكسلز اللي ايه النيف بوردز او السراوندنج حواليها الكلوز ليها كل اللي هم حواليها قريبين منها دول هيكونوا ايه كورليتد. لكن لو اي بيكسل هنا والبيكسلز اللي هي في مين، في السكاي هنا مثلا او في في مين في جراوند في الارض، قال لك دول هيبقوا ايه uncorrelated او less correlated، هيبقى اقل. ليه؟ علشان هم بعاد عن بعض. يبقى معنى ذلك ايه، ان احنا بن ايه بنعرف ازاي ان هم correlated او مش correlated؟ لما تكون ال distance between ال pixels قليلة يبقى هم اكيد ايه هيكونوا correlated. لما تكون ال distance زي مثلا بين هنا بين ال pixel اللي في الفيس ومثلا ال pixel اللي في السكاي في السماء واللي في الارض، يبقى معنى ذلك ان هنا يبقى من هنا لهنا هيكونوا ايه uncorrelated. لكن هنا البيكسلز اللي هنا داخل ذا سيم اللي هم قريبين من بعض هنا عشان المسافه بينهم بين البيكسلز قليله، فمعنى ذلك ان هم هيبقى كورليتد. طيب لكن هنا اللي في البيكسل اللي هي في الفيس والبيكسل اللي في السماء دول الايه الديستانس بيناتهم بعيده، فمعنى ذلك ان هم ايه ان كورليتد. فمن هنا بدات نحط البيزكس التانية علشان خاطر نعمل مور ريدكشن في الفولي كونكتد لاير اللي فيه الكونفوليوشن نيورال نتورك. قال لك ايه؟ قال لك ان احنا نخلي ان كل نيورون هي ايه هيسلكت الايه الفور كورليتد بيكسلز. يبقى بدل ما كان النيورون ده لسه احنا كنا بنشوف بياخد كام، الانبوت بتاعه كان عبارة عن 9 بيكسلز صح، كان من كام، من 0 ل 8 بيكسل صح اللي هم التسعة بيكسلز، لا ده هيسلكت مثلا كام من الستيتمنت، بدل ما هم 9 هيعمل عليها اكس كده وياخد بس كام 4 مين بيكسلز، الفور بيكسلز اللي هم مين، الفور بيكسل اللي هم كورليتد. يبقى من هنا جت فكرة ايه، ان الفولي كونكتد لاير بتتعامل بناء على ايه، بتتعامل بناء على ان هي بتاخد البيكسلز اللي هي الايه الكورليتد. يبقى مش كل البيكسلز هم اللي هيبقى انبوت للنيورون، هيبقى بس اللي هيدخل للنيورون بس كانبوت، او قصدي اللي هيكونكتد بالنيورون ده بس هو مين 4 بيكسل من 4 بيكسلز من الانبوت. يبقى الانبوت مين هاخد منه كام، هسلكت من الانبوت 4 بيكسل يكونوا ايه كورليتد. تمام، يبقى انا هعمل الريدكشن التاني ازاي، عن طريق ان انا مش هاخد كل البيكسلز اللي ايه هسلكت من الانبوت بيكسلز بس 4 بيكسلز بس، والبيكسلز الاربعه دول يكونوا ايه كورليتد. يبقى من هنا جاي ازاي هعمل الريدكشن التاني، عن طريق ان انا استخدم ايه بيكسل كورليشن. ودي هتبقى هي الحته المهمه جدا جدا. تعال نشوف الكلام ده ازاي هيحصل. هسلكت بس 4 بيكسل ازاي من الانبوت، قالك باستخدام 4، انا عندي 4 جروبس فهستخدم لكل جروب فلتر. يبقى انا عندي 4 ايه فلترز، هما دول اللي هيسلكتوا من الانبوت التسعه، هيسلكتوا كام الفلتر واحد هيسلكت 4 بيكسل اللي هم يكونوا ايه كورليتد. تعال نشوف اول بيكسل هنا في الفيتشر، في الفيتشرز بتاع الايمج، البيكسل اللي هي كام الانتنسيتي بتاعتها 15.
مين النيف بورز بتاعتها؟ 8 ولا 9 اللي هما الموست الكوريليتد اكتر اللي هما قريبين منها؟ التمانية قريبة منها، التسعة ولا لأ؟ يبقى العشرة الكوريليتد ليها، العشرة والسبعتاشر، يبقى دول هما ايه ده؟ استخدمت فلتر. طبعا احنا شفنا ازاي بنستخدم فلتر. الفلتر بيعمل ايه؟ ها بيعمل ايه؟ شيفت رايت وان كولوم، يبقى هيمشي يمين وان كولوم، لما ينزل تحت هيعمل شيفت رو وان رو، هينزل تحت شيفت بلو قصدي، هينزل تحت وان ايه؟ وان رو. اهو تعال نشوف. فبدأ اول حاجة عملنا، خدنا مين؟ يبقى الخمستاشر ها والتمانية والعشرة والسبعتاشر، تمام؟ يبقى هما دول اللي ايه؟ هما دول ايه الموست ايه اللي هما دول البيكسلز الكوريليتد اللي هما ايه قريبين من بعض جدا في الديستانس، صح؟ هل اقدر اعرفهم من الكولوم؟ لا، ده انا بعرفهم ليه؟ لان دي كأنها الايمج، ما هي دي الايمج، دي بيكسل وبيكسل 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 3 بيكسل فوق و 3 بيكسل 3 بيكسل 3 بيكسل، فمعنى ذلك ان دول هما الكوريليتد، صح؟ لكن هنا اقدر اعرف مين الكوريليتد؟ لو هنا بنتكلم عنه فيكتور يبقى دول هما الكوريليتد، هاخد اول اربعه بس، تمام؟ فدي حركه الفلتر، ودي احنا شفناها قبل كده واتدربنا عليها. هنخش على اللي بعده، ايه الفلتر بيتحرك؟ وان ايه كولوم شيفت رايت، يبقى ايه يمشي هيتشفت يمين وان كولوم، نفس الكلام 8 و9 و17 و22، ويكون نكتب مين؟ بالنيورون اللي بعده في الجروب الاولاني، ها اللي بعده نفس الكلام، ها هينزل بقى تحت، ها خد 10 و17 و20 و15، اسلكت 10 و17، ادي 10 وادي 17 وادي 20 وادي 15، ويكون نكتب مين؟ بالنيورون التالت، هندسه اون، يعمل شيفت ايه؟ سترايد، اللي هي سترايد 1، ها فاكرينها سترايد 1، يبقى كام؟ يكون نكتب مين؟ 17 و22 و15 و30، 17 22 ادي 17 ها و22 ها و15 و30، يبقى دول اللي هكون نكتهم بمين؟ بمين؟ بالنيورون كام؟ ها بالنيورون الرابع، يبقى بالشكل ده، تمام؟ وايه وكل كونكشن ليه ايه ويت. يبقى معنى ذلك بعد ما خلصت كده حركه شفت الفلتر ازاي هو بدأ يعمل ايه، يسلكت اللي هو مين الفور بيكسلز الكوريليتد، يبقى شفت البيكسل الفلتر عمل ايه، يبقى هي وظيفه البيكسل الفلتر هنا ان هو عمل سيلكشن، اختار الفور بيكسلز الاربعه بيكسلز اللي هم يكونوا ايه كوريليتد. قلنا كوريليتد يعني ايه؟ يعني الديستنس بيناتهم قليله، مش هاير مش عاليه. يبقى انا استخدمت هنا كام لكل في اول حركه، في اول اربعه اخترتهم، في اول اربعه بيكسلز كورليت اخدتهم اللي هم كانوا دول، صح؟ اخدت اربعه ويت. في الاربعه بيكسل اللي بعدهم استخدمت نفس كام الاربعه ويت، ولما نزلت تحت برضو هنا الاربعه ايه ويت دول استخدمت نفس الاربعه ويت، صح؟ في الاربعه بيكسل دول نفس الكلام، وفي الاربعه بيكسل دول استخدمت نفس برضو الاربعه ويت. يبقى انا استخدمت كام ويت؟ 4 ويت للفور ايه للكوريليتد بيكسلز اللي هم الفور كوريليتد ايه بيكسلز. طيب ده مين؟ ده بس لمين؟ ده الاول ايه لاول نيورون جروب، ده الاول ايه جروب اللي هو جروب ايه زيرو، تمام؟ ده الجروب زيرو اوف نيورونز، مش احنا عاملين جروبنج للنيورونز؟ طيب يبقى معنى ذلك لو انا بقى لكل النيتورك، يبقى 4 في 4، ما انا عندي 4 نيورونز، 4 جروبز اوف نيورونز، يبقى في 4 في 4 يبقى بكام؟ يبقى ب 16. يعني معنى ذلك تعال نشوف بقى، يبقى قبل نفس الكلام اللي احنا عملناه قبل كده، قبل ما اعمل ايه اطبق موضوع اللي هو ان انا اعمل ايه ان انا سيلكت اللي هم البيكسلز الكوريليتد، كنا ايه كان عدد الويتس اللي كنت بحتاجها كان كام؟ 144. لما عملت الكوريليشن عملت سيلكت الاربعه او البيكسلز اللي هي الكوريليتد بقوا كام؟ 16. يبقى نفس الكلام عدد الويتس اللي استخدمه كام يبقى عدد يبقى انا عملت توفير بقد ايه؟ 128 بارامتر. يبقى عملت ريدكشن بقد ايه؟ ب 88 و8 من 10 ريدكشن. يبقى انا وفرت في الكل ايه قد ايه في الويتس؟ 128 ويت. يبقى معنى ذلك ان انا قللت في التايم بتاع البروسيسنج، وكمان مش بس في التايم، وقللت في الميموري اللي انا ايه استغلها علشان ايه الويتس دي، ومش بس كده ده انا قللت كمان ايه الكونكشنز.
تعال نشوف بقى ازاي البروسيسنج اللي بيحصل في كل نيرون ده، احنا عارفينه قبل كده اللي هو السام اوف برودكت صح، الويتس اهي تمام. وهنمسك كل ايه بيكسل فاليو كام، اول بيكسل فاليو كام 15، اللي بعدها بكام ب8، اللي بعدها بكام ب10، اللي بعدها بكام ب17، وبضربهم في الويت تمام. طبعا احنا عارفين ان هنا ده 0 1 2 3 ده البيكسل ايه اندكس تمام، وهنا ده مين ده اللي هو مين جروب اندكس تمام. نفس الكلام ده احنا عملناه اللي هو سام اوف برودكتس اللي احنا عملناه قبل كده، ازاي بنعمل بروسيسنج في النيورون ده ما فيهوش مشكله. وكنا بنسميه ايه اللي هو ده يعتبر ده السام برودكت اللي هو بنسميه الكونفوليوشن صح. فمعنى ذلك ان انا ممكن اعمل ايه شكل الويتس دي كده في صوره ايه فلتر، او ان هو فلتر عباره عن ايه في ويت 0 1 و2 و3 تمام، وبيعمل كونفوليوشن لمين للايه للكونفوليوشن، يبقى ده عباره عن فلتر، فلتر بتاع الكونفوليوشن، ودي اللي هي مين الايمج فيتشرز، دي الفيتشرز بتاع مين، دي الفيتشرز بتاع بتاع الايمج، وده اللي هو الايه الفلتر اللي بيعمل به كونفوليوشن. والاليمنت بتاع بتاع الفلتر هي عباره عن الويتس اللي هم الاربعه ويتس اللي هم ايه اللي انا استخدمتهم في كل لكل جروب ويت. طيب وطبعا بقى نطبق قواعد الايه الدايمنشنز ازاي بنعمل كونفوليوشن والكلام ده اتكلمنا عنه ان ديتيلز في المحاضرات السابقه. نفس الكلام يبقى لو انا ايه عملت ايه للبيكسل التاني سوري عملت للنيورون التاني في الجروب الاولاني ده الجروب زيرو، وقلنا ده النيورون اللي هو يعتبر اندكس بتاعه 1 يعني ان هو النيورون التاني، هنعمل نفس الكلام اللي هي القواعد بتاع الكونفوليوشن اللي احنا عارفينها، او اللي انت عادي اللي هو سم اوف برودكت بس احنا بنستخدم الكونفوليوشن. نفس الكلام يبقى 8 في دبليو 0 و9 في دبليو 1، وعايزين يقول لك ان الفلترز يعني اسهل، و17 في دبليو 2 و22 في دبليو 3 اند سو اون. لنفس الكلام من النيورون اللي هو التالت في الجروب 0، ونفس الكلام ليه ان هو النيورون اللي هو الاندكس بتاعه 3 يعني النيورون الرابع في الجروب 0، هعمله نفس الكلام قواعد الكونفوليوشن اللي هي سام اوف برودكت مفيهاش مشكله خالص. يمعنى ذلك ان انا استخدمت كام فلتر هنا، اربعة فلترز، يبقى انا استخدمت كام اربعة فلترز.